لو بيدي يا حنين كنت اظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن امي الحال الاجل بينك وبيني بصوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء عظم الله لك الأجر يا سيدي ويا مولاي أبا محمد الحسن عظم الله لكم الأجر يا ساداتي ويا موالي أهل البيت جميعا عظم الله لك الأجر مولاي يا صاحب الزمان عظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون بهذا اليوم العظيم يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين وأهل بيته وأصحابه وسبي حريمه وروع أطفاله فإنا لله وإنا إليه راجعون مدارس آيات خلت من حكمة ومنزل وحي مقفر العرصات يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مايت عطشانا بشط فرات إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات نفوس من النهرين من أهل كربلاء توفوا عطاشا قبل حين وفاتي يدخل دعبل في مثل هذا اليوم على الإمام الرضا حاسر الرأس إمامكم يقول له يا دعبل إن يوم الحسين أعز ذليل أذل عزيزنا وأسبل دموعنا وأقرح جفوننا بأرض كرب وبلاء هذا اليوم أربع مرات الإمام الحسين ودع أصحابه أول مرة الفجر بعد صلاة الفجر الإمام الحسين صلى بأصحابه وأهل بيته تقول الرواية فقام خاطبا قال أيها الناس نحن أهل بيت قد ابتلاكم الله بنا فجاء عمر بن سعد عليه اللعنة ووضع سهما في كبد القوس وقال اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد وعند يزيد اللعين بأنني أول من قاتل الحسين في يوم عاشوراء عند ذلك رماه نحو الحسين فجاءت السهام كرشق المطر حتى اخترقت أزر النساء فتصايحن وبكين وعلى صياحهن
فرجع الحسين عليه السلام إليهن مع أبي الفضل وعلي الأكبر، فقلنا لهن نسكتن وأدخلنهن إلى الإزار والخيم. عند ذلك التفت الحسين عليه السلام إلى أصحابه وقال: يا قوم، هذه رسل القوم إليكم ورسل المنايا إليكم، فقوموا يرحمكم الله وذبوا عن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام الأصحاب النجباء التي لم تأتي الدنيا بمثلهم واحدا بعد الآخر يفدون أنفسهم دون حسينا وآل حسين. تقول الرواية: حتى انقضى من النهار جله فلم يبقى من الأصحاب أحدا، والحسين عليه السلام ينظر يمينا وشمالا ينادي: أما من ذاب يذب عنا؟ أما من خائف يخاف الله فينا؟ أما من ذاب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يا فرسان الهيجاء ويا أهل الصفا، ما لي أناديكم فلا تجيبوا، وأكلمكم فلا تسمعون؟ فوالله لقد صرعكم ريب المنو، وإلا ما كنتم عن نصرة إمامكم تغضبون. تقول الرواية: بأبي هو وأمي فرجع، هذا الوداع الثاني، يودع أهله مع أهله وأهل بيته، وكان آل هاشم موجودين بكليتهم. فأول من برز هو علي الأكبر عليه السلام من آل هاشم، وهو ينادي: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تقول الرواية: حتى إذا قتل علي الأكبر تتارى تلك القتلى واحدا بعد الآخر، فلم يبقى مع الحسين إلا أخاه أبا الفضل العباس. فجاء هو وأبو الفضل إلى خيمة النساء ليودعوا النساء والعيال والأطفال. زينب قالت لأم كلثوم: أخي، هذا الحسين والعباس قد أقبل، لم يبقى لنا من الرجال أحد. أخي، أنت اجلسي إلى يمين الحسين وأنا أجلس إلى يمين العباس، لا ندعهما يقومان. أخي، من لنا إذا جن علينا الليل؟ من لنا إذا بقينا هنا بين الأعداء؟ من لنا إذا بقينا مع هؤلاء النسوة والأطفال؟ تقول الرواية: جاء الحسين وجاء العباس، زينب قالت: أقسم عليكما بأمي فاطمة الزهرة، إلا ما نزلتما من على ظهري جواديكما. زعلان الحسين، نزل العباس، قال: ادخلا إلى الخيمة. دخلا بأبيهما وأمي، جلست زينب عند أبي الفضل، أم كلثوم عند الحسين. قالت: من تدعمونا في هذا اليوم وقد قتل الأصحاب وقتل الأهل ولم يبقى أحدا من النساء من الرجال أبدا إلا هؤلاء النساء والأطفال؟ هنا الإمام الحسين هدأ خاطرها، قال: أخي زينب، لا يذهبن بعلمك الشيطان، فإن أهل السماء لا يبقون، وإن أهل الأرض يموتون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بالصوت من الأعداء: أبا الفضل، حسين،
أجبنتما وخلتما إلى خيمة النساء؟ تقول الرواية: فنهض الحسين، نهض أبي الفضل، نظر الحسين إلى وجه أبي الفضل، قال: ما تريد أن تصنع؟ قال: أخي، أريد أن أشفي قلبي في هذا اليوم، نريد أن نحمل حملة على القوم، نذكرهم بحملات أبينا حيدر الكرار. قال: لك ذلك، احمل أنت على الميمنة وأنا أحمل على الميسرة، وإذا دهمك عدو صيح: أين ابن والدي؟ تراني إلى جانبك. لكن أخي أبي الفاضل، خل بالك معاي، أخي أبي الفاضل، من تسمع صوتي ها؟ أين أخي أبي الفاضل؟ تنقلب عليه. قال: بلى. وفعلا حمل العباس على الميمنة، الحسين على الميسرة، أكثر القتل بهم. فلما رأى عمر بن سعد ذلك قال: انقلبوا على العباس، فإذا قتل العباس انكسر ظهر الحسين، وإذا بالكتائب قد أشارت على أبي الفاضل، فانقلبوا عليه وقد أحاطوا به من كل مكان وجانب. عظم الله أجوركم. فلما دارت الكتائب على أبي الفاضل وهو يضرب فيهم يمينا وشمالا، صاح: أين أخي؟ أين ابن والدي؟ قال: لبيك. فجاء الحسين عليه السلام يشق الصفوف إلى أن وصل إلى أبي الفضل عليه السلام. تقول الرواية: وإذا بالنساء قد تصارخت، فقال الحسين لأبي الفضل عليه السلام: أخي، إني أسمع النساء تتصارخ، هيا لنذهب إليهم ثم نهدئ خاطرهم. رجع الحسين، رجع أبي الفضل، زينب من بعيد رأتهم، صاحت: ألف مرحبا بذول المجيب، والله أليف مرحبا بذول المجيب، على ظهورهم جانهم شياحي، عباس هذا وذاك ليعسي. تقول الرواية: ثم أنهم جاءوا إلى النساء فهدأوا خاطرهم، وودعهم الحسين وأبي الفضل، فذهب أبي الفضل إلى ميدان القتال، وما هي إلا لحظات وإذا بأبي الفضل ينادي: أخي حسين، عليك مني السلام، فإن القوم قد قطعوا يميني وشمالي، وضربوني بسهم بعيني وبعمود من حديد على رأسي، رحم الله من نادى وعباسا، رحم الله من نادى وحسينا. الإمام الحجة يقول في مثل هذا اليوم: على آل الرسول فليصرخ الصارخون، وليبكي الباكون، وليضج الضاجون، أين الحسن؟ أين الحسين؟ عميت عين لا تبكي في مثل هذا اليوم، عمي قلب لا يخشع لمثل هذه المصيبة. جاء الحسين، رأى أخاه مقطعا بالسيف إربا إربا، والنبل فيه كشك القنفذ وطعنات الرماح، جلس عنده وضع يده على خاصرته: يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر، صريت مركز يا خويا لك كل الامور، واستحداني بعدك الذوق، ولا واحد علي بعد ينغى. ثم أن الحسين
قام من عند العباس مكسور الخاطر يكفكف دموعه بكمه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من غضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم أن الحسين عليه السلام جاء إلى خيمة النساء يودعهم الوداع الأخير. الميكروفون وين أبي أوقف؟ الميكروفون وين عمي أبو جابر حبيبي؟ جاء الحسين عليه السلام وقف عند خيمة النساء صاح يا زينب يا أم كلثوم يا عاتك يا صفية يا رقية أيها البنات العلوية عليكن مني السلام، فهذا آخر الاجتماع. فقد قرب منكن الافتجاع. خرجت زينب، خرجت أم كلثوم، خرجت البنات الهاشمية، خرجت البنات العلوية، تعلقن بالحسين. هذه تقبل يده، هذه تقبل رجله، هذه لزمت قائم الخيل، رح صح ونادي وحسينا. والله رد وعياله من العطش يوم مع الحسين مع اطفال الحسين. والله رد وعياله من العطش يوم صاحب صوت لا تودي عقوم يا ولي مثل سرب القطع قامن يحوم تطيح عليه وحدتهم تفغى جات زينب وباجي الحرام يما وصارت للي وداعي عليه لما يشم سكنه وهي قامت تشمه يحبها والدمع ليل وتنثر. تقول الرواية فقالت سكينة أبا حسين نور عيني يا حسين أقسم عليك بأمنا الزهراء إلا ما دخلت إلى الخيمة. دخل الحسين 6 سنوات 7 سنوات قالت اجلس يا أبا. جلس الحسين رمت بنفسها في حجر أبيها وشبكت رغبة أبيها الحسين وهي تبكي بكاء مرا. ثم أخذت يد الحسين وضعته على رأسها. أبا أبا يا حسين امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. الحسين بكى رحمة لها. سيطول من بعدي يا سكينة فاعلمي من كل عين إذا الحماية امدهاني لا تحرقي قلبي بنوحك شجوة فإذا قتلت فأنت أولى من تأتيني يا خيرة النسوان. تقول الرواية فقام من عند ابنته سكينة فلما استوى على ظهر جواده مرة أخرى وإذا بالصوت أخي حسين نور عيني يا حسين. تقول الرواية التفت الحسين وإذا زينب قد تجلببت بجلباب أمها الزهراء.
ولبست مقنعة أمها فاطمة لما رآها الحسين انتفضت أعضاؤه، انتفضت أعضاؤه، نزل من على ظهر جواده، دخل إلى الخيمة. زينب ماذا فعلتي؟ ذهب بأبي هو وأمي معها، توجه إلى ناحية المدينة. السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا زهراء، انظري إلى ولدك وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين في هذا اليوم الذي قل ناصره وكثر واجره. والحسين ينادي وفاطمة، تقول الرواية قالت حسين: حسين اقسم عليك بامنا فاطمة اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. خلع الحسين درعه، نزع الحسين عمامته، فتل الحسين سيفه، كشف لها عن صدره وعن نحره. تقول الرواية انكبت على صدره فشمت، وعلى نحره فقبلت، ثم نادت أمه: يا زهراء لقد استرجعت الأمانة وردت الوديعة. قال لها: ما الأمانة والوديعة؟ قالت: اعلم يا أخي أن أمنا الزهراء لما دنت منها الوفاة قربتني، قالت: زينب هذه وديعتي عندك، إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا في يوم عاشورا لا ناصر له ولا معين، شميه في صدره وقبليه في نحره. هنا الحسين لما سمع ذلك نادى: وأمه وفاطمته. تقول الرواية هنا زينب توجهت، راحت وين؟ إلى المدينة. يم حسين يمي قوضي لسري، والله ولا يعوقك عني تراب البقي، خل نروح نشوف عبد الله الرضيع شلون قاطع رقبته جتال. يم حسن يمي قومي مسرعه، خل اروح وياك يم المشرعه، نشوف ابو فاضل جفوفه مقطعه وطايحة يما يمنته وشماله. تقول الرواية فودعهم الحسين الوداع الأخير، قال لهم: تعزوا بعزاء الله وتأسوا بأسى الله وبأسى رسول الله. ثم استوى على جواده وذهب يقاتل قتال الأبطال، وكان ينشد المشرعة بأبي هو وأمي إلى أن كشفهم عنها. فلما نزل الحسين رأى جواده قد أرسل ماء رأسه ليشرب، فما أحب الحسين أن ينقص عليه، فلما رأى الجواد ذلك رفع رأسه ولم يشرب قطرة من الماء. فكلمه الحسين قال له: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. تقول الرواية وإذا بفرس الحسين يحمحم ويخض رأسه وهو يقول: لا يا أبا عبد الله لا أشرب إلا أن تشرب. فأخذ الحسين غرفة أدناها من فمه، وإذا بالصاحة من القوم: حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ وهجم القوم على مخيم النساء، وكان الحسين غيورا أيها المؤمنين على أهله وعلى حريمه، فرمى الماء واستوى مرة أخرى على ظهر جواده يقاتل قتال الأبطال. فلما رجع علم أنها مكيدة من القوم، ثم أنه بأبي هو وأمي قصد إلى ميدان القتال يريد المشرعة، ولكنهم حالوا بينه وبين المشرعة وقد أكثر فيهم القتال، وهو يقول: إنا لله
وإنا إليه راجعوا. هذا يوم قل ناصره وكثر واتره، مؤمنين بينما الحسين على ظهر جواده، وإذا بأبي الحتوف وإذا بأبي الحتوف أخذ حجرا فضرب الحسين على جبهته. ضرب الحسين على جبهته فسالت الدماء على وجه الحسين حتى غطت على عينيه. الحسين عليه السلام جاهز للمصيبة؟ ها مجهز قلبك وخاطرك؟ فرفع الحسين ثوبه ليمسح ذلك الدم من على وجهه لغزارة الدم الذي نزل من جبهة الحسين. وإذا بحرملة سدد سهما محددا ذا ثلاث شعاب. رحم الله من نادى وحسينا. بالعذر منك مولاي صاحب الزمان، والله انا خجل، ولكن انت الذي تقول عند ذو شيعتنا بما جرى علينا. واذا بحرمله يسدد سهمان محددا ذا ثلاث شعاب. رماه اخترق الجو. يا الله يا رسول الله يا امير المؤمنين. واذا به قد وقع على قلب الحسين. رحم الله من نادى وحسينا واماما ومظلوما وقتيلا. تمايل الحسين انحنى على قربوس جواده حتى استخرج السهم من قفاه. واذا بالدم كالميزاب قد انبعث من الحسين. الحسين عليه السلام وضع يدا على قلبه، كلما امتلأت يده دم لطخ بها وجهه ورأسه وهو يقول هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأمي فاطمة الزهراء عليها السلام. وأقول يا جد يا جد قتلني فلان وفلان. ثم أخذ يتمايل الحسين على ظهر جواده، كلما مال إلى اليمين مال الجواد إلى الشمال، كان من خيرة جياد رسول الله، اسمه لاحق، جواد الحسين اسمه لاحق. تقول الرواية عند ذلك كلمه الحسين قال يا جواد لا قابلية علي على الاستواء على ظهرك. فجاء الجواد يتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل إلى أن وصل إلى موقع قبر الحسين الآن، فقدم يداه وأخر رجلاه وألصق بطنه على الأرض. عندها سقط الحسين. على أرض كربلاء. ثم جعل له وسادة من التراب، جعل خده الأيمن عليها وخده الأيسر تصهره حرارة الشمس. والله عجب يستريح حسين ساعة ولأن الحجر رن بشعاع. رفع ثوب حسين يمسح الدم ولنسع من مثلث ناجع بس بقلبه وقع لا أخر وجدم. قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنهم اختلفوا على الحسين، هذا يطعنه برمحه. هذا يضربه بسيفه، هذا يضربه بسهم. جاء إليه حرملة فضرب الحسين بسهم في نحره.
ثم جاء علي بن الطعان وطعن الحسين في خاصرته، وجاء شبث بن ربعي فضرب الحسين على بيضة رأسه، وهكذا يصنع به حتى قطعوه بالسيوف إربا وهو يعالج بنفسه. وحيدا فريدا زينب، زينب لما شخبت عنها تلك الأنوار خرجت من خيمتها وقفت على ذلك التل وهي شبكة العشر على رأسها تنادي حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي يا حسين، إن كنت حيا فكلمنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الحسين قلت لك كان صاحب خيرة، انتوا كلكم رايحين كربلاء شايفين من قبر الحسين تمشي 3-4 خطوات هناك غرفة اسمها المذبح، ها هناك ذبح الحسين، ها الإمام السجاد دفن الحسين مكان سقوطه، لكن غرفة المذبح ليش؟ زينب ما وقفت على التل الزينبي صاحت حبيبي يا حسين، ما سمعها الحسين، قام فوقع ثم قام فوقع ثم قام فوقع ثالثة على وجهه، فتبينت ذلك بأبيه وأمه فانحدرت. وإذا بعمر بن سعد قال للقوم يا ويلكم انفرجوا لها سماطين، أتعلمون أي عزيزة برزت وأي كريمة خرجت؟ هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب. تقول الرواية فجاءت زينب تتخطى القتلى إلى أن وصلت إلى الحسين، رأته مقطعاً قطعة بعد قطعة، كلما رفعت عضواً سقط الآخر، جثت على ركبتيها صاحت أنت الحسين، أنت وأخوي، أنت الحسين، أنت ابن فاطمة، أنت سليل الرسالة. يقول حميد بن مسلم ورأيت شفتي الحسين تتحرك، وإذا بزينب تضع أذنها عند فيه الحسين، وإذا به بضعيف صوته، زينب أخي زينب حبيبتي زينب أنا عطشان أريد قطرة من الماء. هنا قامت زينب شبكة العشر على رأسها، يا ناس يا ناس درب المشرعة مني، والله يا ناس درب المشرعة مني، أنا بروحي لأجيب الماي لحسي، عطشان أخو يا مسلمي. تقول الرواية فقال لها الحسين زينب ارجعي إلى الخيمة واحفظي لعيالي وأولادي، صاحت أنا بعيني لباري لك يا عيا. بارك الله في هذه الأصوات مع زينب في هذه المصيبة العظمى، والله أنا بعيني لباري وانا بروحي لسجيت لك اطفال، والموت لا يرضى بدال، كل احنا نروح فدالك. تقول الرواية فقال لها اخي اذهبي الى الخيمة واحفظي لعيالي، ولكن في تلك اللحظة يا مؤمنين واذا بالحسين على الارض يرمق من بعيد، واذا بزين العابدين قد خرج بأبي هو وأمي متكئا على عصاه شاعرا سيفه. الإمام الحسين نظره صاح زينب احبسيه حتى لا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. رجعت إليه زينب وأخذته وأدخلته إلى الخيمة. هنا يا مؤمنين عظم الله أجوركم. تقول الرواية فبقوا 3 ساعات من النهار لا يعلمون أحسينا حيا أم ميتا، جاءوا إلى عمر بن سعد قالوا لا نعلم الحسين أحيا أم ميتا، قال اهجموا على خيامه
فإن كان حيا فإن الحسين ذا غيرة يقوم لكم الساعة. وإذا بالإشارة على الكتائب يا مؤمنين وهجموا على قيام النساء فتصارخن بنات رسول الله. سمعهم الحسين قال يا ويلكم يا شيعة آل أبو سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جرم ولا الأطفال. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرم. وإذا بعمر بن سعد قال نعم إنه كفء كريم، فتركوا النساء وهجموا على الحسين مرة أخرى وهو على رمضاء كربلاء. هذا يطعنه، هذا يضربه، هذا. وإذا بالحسين يجود بنفسه. يسألون الإمام زين العابدين كم طعنه وكم ضرب بجسد أبيك الحسين؟ قال 1900 ضربة. قال له مولانا جسم الإنسان ما يتحمل هذا العدد الكبير. قال الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. تقول الرواية فجاء رجل من قوم ابن سعد فضرب الحسين وقطع يده. عندها قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت، وهو يعالج بنفسه. فقال عمر بن سعد يا الله يا رسول الله انزلوا إليه وأريحوا. فكلما ابتدر إليه أحد هرب من أمام الحسين وهو يقول والله إني أرى عيني رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا باللعين شمران قال على يدي، فأخذ السيف وجاء إلى الحسين عظم الله أجوركم، فرفس الحسين برجله. فرفسه برجله وجلس على صدره. الإمام الحسين قال له يا ويلك انسبني معرفة من أنا. قال أبوك جدك المصطفى، أبوك المرتضى، أمك الزهرة، أخوك المجتبى، أقتلك ولا أبالي. قال له الحسين اسمع اسمع. قال له الحسين اكشف لي عن لثامك. كشف له. تبسم الحسين في تلك اللحظة، قال وما يتبسمك في هذه الساعة وهذا جزارك على صدرك؟ قال صدق جدي رسول الله. قال يقتلك يا ولدي رجل له بوز كبوز الكلاب وشعره كشعر الخنزير، ولا أشك أنك أنت هذا. قال أو يشبهني جدك بذلك؟ والله لأذبحنك من القفا. مؤمنين، فقام من على صدر الحسين وركز الرمح في خاصرته وقلب الحسين على قفاه. أين المنادي وحسينا؟ أين المنادي ومظلوما؟ أين المنادي وفاطمة؟ أين المنادي وعليا؟ مكن السيف في رغبة إمامكم. ثم أخذ يضرب عنق الحسين، ضربه 12 ضربة فاحتز رأسه المغدف. وحسينا وحسينا وحسينا
فلما قطع رأس الحسين جعله على رأس رمح طويل وهو ينادي من مثلي وقد قطعت رأس الحسين. زينب تقول تزلزلت السماء والأرض، جاءت إلى زين العابدين: مولاي زين العابدين، أرى الكون قد تغير. قال لها عمه: ارفعي لي طرف الخيمة. وإذا به قال: عظم الله أجوركم، هذا رأس أبي الحسين على رأس رمح طويل، ما نصنع؟ قال: فروا على وجوهكم. قويضي يا أخي يا معلي يا نزاري، فلقد قوض الحماية أدر فيه واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. تقول الرواية: جاءت زينب، جاءت البنات العلوية، أحطن بحجز الحسين، بجثة الحسين، بأبي وأمي، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تلمه، هذه تنادي: وحسينا. فواحدة تحنو علي تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تظلله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد أصابها ليس تعقله. وإذا بالزهراء زينب تقول: رأيت امرأة جالسة إلى جنب الحسين ونحر الحسين يفيض دما. من هذه المرأة؟ من هذه المرأة؟ تقول زينب: جئ، وإذا بها أمي فاطمة متربعة عند جثة الحسين وهي تنادي: ولدي، ولدي، ذبحوك، ومن الماء منعوك، من الوالدة، من الوالدة، والقلب لهفة، من الوالدة والقلب لعبايان، والله ودور عزبني وين ما جاء، ايه ودور عزبني وين، ايه ما يا جاء، اويلاه اويلاه يا ابن المات عطشا، ايه ولعبت عليه الخيال، الخيال ميدا. جزاكم الله خير، 10 دقائق لطمية خفيفة، جزاكم الله خير الجزاء يا مؤمنين في هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء. صح ونادي وحسيناه وإماماه. خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي، فأنا ابن الخيرتين. خير الله من الخلق أبي بعد جدي، خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي، فأنا ابن الخيرتين. كفر القوم وقد من رغبوا، كفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب الحرمين. خيرة الله، حنقا منهم وقالوا إننا، حنقا منهم وقالوا إننا نأخذ الأول قدما بالحسين. خيرة الله، يعني يا لقومي من أناس قد بغوا، يا لقومي من أناس قد بغوا، جمعوا الجامع لأهل الحرمين. خيرة
لا لذنب كان مني سابقا غير فخري بضياء الفرقدين. خيرة الله بعلي الطهر من بعد النبي، بعلي الطهر من بعد النبي والنبي الهاشمي الوالدين. خيرة أمي الزهراء حقا وأبي، أمي الزهراء حقا وأبي وارث العيل ومولى الثقلين. خيرة أمي الزهراء حقا وأبي، أمي الزهراء حقا وأبي وارث العلم ومولى الثقلين. خير فضة قد صفيت من ذهب، فضة قد صفيت من ذهب، فأنا الفضة وابن الذهبين. خيرة ذهب من ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين. خيرة ذهب من ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين. خيرة والدي شمس وأمي قمر، والدي شمس وأمي قمر، فأنا الكوكب وابن القمرين. خيرة عبد الله غلاما يافعا، عبد الله غلاما يافعا، عبد الله غلاما يافعا، وقريش يعبدون الوثنين. خيرة يعبدون اللات والعزى معا، يعبدون اللات والعزى معا، وعلي قائم في القبلتين. خيرة مع رسول الله سبعا كاملا، مع رسول الله سبعا كاملا، ما على الأرض مصل غير ذين. خيرة من له جد كجد في الورى، من له جد كجد في الورى، أو كشيخي فأنا ابن العلمين. خير من له جد كجد في الورى، من له جد كجد في الورى، أو كشيخي فأنا ابن العلمين. خير خصه الله بفضل وتقن، خصه الله بفضل وتقن، فأنا الزاهر وابن الزاهرين. خير أعلي جوهر من فضة مكنونة، فأنا الجوهر وابن الدرتين. خيرة نحن أصحاب العبا خمستنا، نحن أصحاب العبا خمستنا، نحن أصحاب العبا خمستنا، قد ملكنا شرقها والمغربين. خيرة نحن أصحاب العبا خمستنا، قد ملكنا شرقها والمغربين. خيرة ثم جبريل لنا سادسنا، ثم جبريل لنا سادسنا، ولنا البيت لنا والحرمين. خيرة
ثم جبريل لنا سادسنا ولنا البيت لنا والحرمان خيرة جدي المرسل مصباح الدجى جدي المرسل مصباح الدجى وأبي الموف له بالبيعتين خيرة الله جدي المرسل مصباح الدجى وأبي الموف له بالبيعتين خيرة الله قاتل الأبطال لما برزوا قاتل الأبطال لما برزوا يوم أحد ثم بدر وحنين خيرة قاتل الأبطال لما برزوا قاتل الأبطال لما برزوا يوم أحد ثم بدر وحنين خيرة أظهر الإسلام رغما للعداء أظهر الإسلام رغما للعداء بحسام قاطع ذي شفرتين خيرة أظهر الإسلام رغما للعداء أظهر الإسلام رغما للعداء بحسام صارم ذي شفرتين خيرة شيعة المختار طيبوا أنفسا شيعة المختار طيبوا أنفسا فغدا تسقون من حوض اللجين خيرة خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ارفعوا أيديكم بالدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يا الله إلهي بالحسين الوجيه بجده بأبيه بأمه بأخيه بالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله وعن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون اللهم صل على محمد وآل محمد وشافي كل مريض يا الله وفرج عن كل مهموم ومكروب ومسجون يا أرحم الراحمين اللهم خلص المؤمنين والمؤمنات من عيد الظلم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا يا كريم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين ومن المقيمين لشعائر الحسين وارزقنا يا الله شفاعة الحسين يوم الورود يا الله
بمحمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وآل الحسين عليهم السلام، المؤسسون لهذا المأتم، الباذلون، الخادمون، البكاؤون، من حضر واستمع في هذا المجلس منذ إنشائه إلى قيام القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا الله، بمحمد وآله الطاهرين، علماءنا الماضين الربانيين، أستاذنا ومن له حق علينا. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحمتك يا كريم، أيد وسدد حماة الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله، اجعل كلمة مراجعنا العليا وكلمة أعدائهم السفلى. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والمؤسسون لهذا المأتم، رحم الله من ذكر للجميع ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات. لو بيدي يا حنين كنت ظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك، يا ابن امي يا الحال الاجل بينك وبيني صوت المرحب تنادي